2009 الاداره دخلت بشكل مباشر في الانتخابات الضغط حول الناس باش يصوتوا ضد الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل وخصوصا الفئه ديال الاطر. الهدف اللي كان عند الاداره هو انه الكونفدراليه ما خصهاش توصل للعتبه ديال 35% ديال التمثيليه. رغم هذا الشيء الكونفدراليه جابت 60%، جابت 6 المقاعد من اصل 10، وطبقا للقانون الماده 425 هي النقابه الوحيده الاكثر تمثيلا. هي قانونا اللي خصها هو المعاود تحلوا معها المشاكل. هذا الشيء ما بغاش الاداره تقبلوا، ما بغاش يدخل ليها بالراس رغم الكتابات اللي دارت من هنا ومن هنا. وعندنا راي ديال المندوبيه ديال الشغل المحليا كيقول الاداره عليك ان تمثلي القانون، راه النقابه الاكثر تمثيلا هي الكونفدراليه. ما بغاتش الاسامير تفهم هذا الشيء. هذا نذكروا بانه الكونفدراليه هي نقابه تاريخيه داخل شركه سمير، هي من المؤسسين ديال الكونفدراليه. النقابه ديال سمير من المؤسسين ديال الكونفدراليه في 78. عندنا قدره تعاقديه من خلال مجموعه ديال الاتفاقات اللي وقعناها واللي كان اخرها هي الاتفاقيه الجماعيه، لان حتى مكتب الدولي للشغل كيعتمد جوج ديال المعايير، كيعتمد المعيار ديال التمثيليه والمعيار ديال القدره التعاقديه. واتحدى شي نقابه اخرى في لاسامير كما كانت تكون وقعت شي اتفاق مع الاداره في تاريخ من تواريخها. اذا بغيتوا نرجعوا للتواريخ اللي دارت غادي نتكلموا فيها. عكس ما يريد البعض ان يروج له، الكونفدراليه في سامير مستقله في القرارات ديالها. كل القرارات اللي كتتخذ من اضراب من احتجاج من تفاوض من تنازل من عدم تنازل كتخرج من هذا الكراج هذايا. ما كتحكمش فينا الاداره اولا، ما كيتحكموش فينا الاحزاب ثانيا، وما كتحتمش فيها السلطات ثالثا. نحن اسياد موقفنا عكس ما يريد البعض ان يروج له. العمال يمكن يكونوا انتماءات سياسيه متعدده اليسار واليمين الوسط والجنوب، كاين حتى المستقلين، ولكن اللي كيحكم واللي كيأطر النقابه هي الناس ديالها. الهيراشيديه ديال النقابه واضحه، كاين المنخرطين هو الجمع العام، هو لاسومبلي جينيرال اللي بغينا نسميوه، هو اللي كينتخب الكونسيل، والكونسي هو اللي كينتخب المكتب.